سيد أبو زيد بيقول علاج حساسية الجيوب الأنفية والتهابها المزمن. احنا عملنا حلقة كاملة عن الجيوب الأنفية، بس الحقيقة احنا برضو هنقول انك اهم حاجة تعمل حمامات بخار، البخار بتاع اي حاجة سخنة البخار بتاعه تستنشقه مرتين او ثلاثة في اليوم، تستعمل مية البحر، اسبريهات مية البحر اللي في الصيدلية او محلول الملح، عشان دي حاجة مش هتسبب ادمان ولا هتسبب اي مشاكل، فانت تستعملها 4 مرات 5 مرات في اليوم البخاخات بتاعت ماء البحر، تمشي لمدة شهرين في الفترة اللي هي بتاعت البرد دي على حاجة من ممكن حاجة زي إيفاستين أو لورانو أو ممكن كلاريتين، أي حاجة للحساسية، حباية كل يوم بالليل بعد العشاء مع أزمة قسط 10 ملي بعد العشاء يوميا لمدة شهرين، دول هيدولك وقاية جامد جدا مع البخاخات بتاعت ماء البحر زي فيزيومير أو ماريمير بخاخ.